طب ليه ما بدأناش العملية ولو بشكل تدريجي؟ يعني ليه ما بنشوفش مثلا تطبيق هذا القانون من خلال أن يكون في غرامات على الشركات والمصانع اللي بترفض أن هي تتعامل وفقا لهذا القانون؟ ليه ما بنشوفش أي تفعيل بشكل ما؟ ده ما احنا بنحاول نعمل كده. يعني هي الحكومة طبعا بتحاول تعمل كده، ولكن انت عارفة وزارة البيئة مش وزارة تنفيذية، دي وزارة الدولة، يعني بمعنى انها ما عندهاش سلطة تنفيذية انه لازم تنفذ القوانين اللي عندها. لا، هي بتعمل القوانين وبتقدمه للبلدية او التنمية المحلية، هي اللي بتطبق القوانين ده. فطبعا لما نيجي نتكلم عن الحقيقة بقى، ما قدرات ازاي وزارة البيئة مش سلطة تنفيذية؟ لا، ما لهاش سلطة تنفيذ القرارات، يعني ما عندهاش سلطة تانية تتابع وتراقب هذه المصانع المضرة بالبيئة؟ ما تتابع اوكي، انه ما عندهاش شرطة، ما عندهاش سلطة تنفيذية. احنا بنتكلم على السلطة التنفيذية اللي هي السلطة او اللي هي الشرطة او الحكومة، اللي هي تراقب وتلقي وتدي غرامات للمخالفين وتعمل مراقبة مستمرة ومتابعة مستمرة. لا، احنا بنتابع وبنحط القرارات والتوصيات وعلاج المشكلة وبندرسها وبنقدم كمان يعني تكنيكال سبورت، يعني دعم فني، مساعدة فنية للمصانع عشان نأهلها للمعايير البيئية. يعني هدي حضرتك مثال، مثلا المصانع اللي هي على النيل من أول المعادي لحد حلوان بتلقي من النفايات السائلة بتاعتها بدون معالجة. طبعا إلقاء النفايات طبعا كلها على النيل، فإما أنها بتنزل في الأندر جراوند اللي هي المية الأندر جراوند اللي تحت الأرض، أو أنها بتروح للنيل، ودي كلها سموم، كلها معادن ثقيلة، خلفة صريحة يعني كادميوم ورصاص وزئبق، وكل ده بيتسرب للأسماك ومنه للإنسان. احنا كنا بنطالبهم وبنقدم لهم مساعدات فنية ان هم يعملوا معالجات كيماوية للتدفقات اللي خارجة منهم. يعني ما وجدنا صعوبة ومقاومة رهيبة، لان زي ما قلت لحضرتك انخفاض الوعي زائد الجشع بيبص تحت رجليه. بس كل ما تيجي تتكلم يقول انت هتخرب بيتي، انت هتخربوا بيتي، انت عايزين تقفلوا المصنع، احنا بنشغل وكذا واحد وبننتج وعايزين نصدر وعايزين نمو. اوكي ماشي، شكرا ان انت تعمل نمو، بس على حساب صحة الانسان، على حساب صحة الـ. طيب احنا يمكن شفنا تحرك من وزارة البيئة في شهر يناير اللي فات، عملت اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية علشان تنظم عملية وآلية استخدام الأكياس البلاستيك. ايه اللي نتج عن هذا الاجتماع وكان ايه ردود الأفعال كمان حوله؟ يعني القوانين محطوطة اوريدي، يعني قانون هيئة إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي، ودول كتير على فكرة عايزة تساعدنا برضو، منها ألمانيا في الملف ده، عايزة تساعدنا، لأن احنا عملنا حاجات جميلة. احنا عملنا في شرم الشيخ مدينة خالية من البلاستيك طوال فترة انعقاد مؤتمر المناخ اللي هو قب 27. الغردقة في محاولات دلوقتي لتحويلها الى مدينه خاليه من البلاستيك. كان في نقاط عاملاها وزاره البيئه بتقوم بتوزيع العبوات الورقيه على الناس، والكوبايات حتى ما فيش كوبايات بلاستيك، كوبايات بقت ورق ورقية او كوبايات ازاز. طبعا دي مواد طبيعيه والازاز صحي جدا على فكره.